تتنفذ الركنيه الكره عند الحباسي المرور من الحباسي الكروس نادي السويقسي تمشي كره الحباسي لبر موجود من الطري حباسي يخلي كره للطري بالفعل الطري امكانيه الكروس الكروس من الطري تضرب الكره في الدفاع تخرج ركنيه وركنيه لصالح نادي السويقسي الحباسي ينفذ هنا عمامه باقي وسط الميدان ان شاء الله يسجل واحد من وسط الميدان في هذه المباراه على كل تمشي كره لصالح من لصالح الفريق الزنزباري خليها سبقيه اللعب حكم المباراه الحكم الكيني ترجع الكره من الحباسي في خطه دفاعيه هذا المطلوب شوفوا اللاعبين لما يكونوا مدافعين ومهاجمين ووسط الميدان ان شاء الله يا ربي هذا ما نتمناه لا نستبق الحديث طويله الكره في اتجاه شوات شوات الريتري ممكن من شوات الريتري ممكن من شوات شوات هجوم ما زال وسط الميدان يا اسحاق سياتيك وسط الميدان يا اسحاق كل متاكد انه السوكا وانه تري وانه القروي وانه الحباسي باش يجيوك يا اسحاق هذا ما نتمناه في هذه المباراه ما زال اللعب ما زال التوقيت ما زالت صافره النهايه ما زال الماتش ما زال اللعب هذا ما نطلبه من اللاعبين التركيز السكين في القاعه ثلاثه بلاجي صالح نادي السويقسي كل شيء ما زال وكل شيء ممكن في هذه المباراه حسام بن علي كونترول من حسام بن علي يمشي حسام بن علي يدخل منطقة 18 متر رتري يا حسام رتري شوات 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 ثنائية شوات في هذه المباراة ثنائية شوات في هذه المباراة في الدقيقة 78 تخلينا أمام الهدف أو لا جسم الحمدوني جاسم الحمدوني انا مشاهد عبد العمري في منطقه 18 متر يطلب في الكره الحمدوني عبد العمري على كل الهدف الخامس الهدف الخامس عبد العمري او شواط لانه يعني فما فول بتاع العبيه